بكم. موضوعنا اليوم كيخص جمالية شعر الأطفال ديالنا، كيفاش نعتنيو به وكيفاش نرتقيو بمستوى الشعرة ديال الطفل ديالنا إلى ما هو أحسن. بزاف ديال الأمهات كنلقاوهم خصوصا في خلال المواسم الدراسية كيعانيو مع الأطفال ديالهم أنهم ما كيبغيوش يمشطوا شعرهم، ما كيخليوهمش يسرحوا ليهم، كيكونوا في عقيدات، كيتعذبوا، كيبكيوا إلى غير ذلك. اليوم بغينا خصصنا لهم هذه الحلقة باش نوريوهم طريقة ديال التمشيط ديال الشعر ديال الأطفال ديالنا وشنو هما لي زيتاب اللي يقدروا نتبعوهم باش نرتقيو بالزغبة ديال الطفل ديالنا لما هو أحسن. دونك اول حاجه اللي خصنا نعرفوا بان احنا كامهات خصنا نعتنيو بالتغذيه ديال الطفل ديالنا تكون متوازنه، يعني فيها خضار، فواكه، فيتامينات، سمك، بروتينات الى غير ذلك، لان كل ما كنتغذاو عليه الا وكيخرج في الشعر ديالنا وكيأثر عليه ايجابيا او لا سلبيا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ملي كنبغيو نشريو لوليداتنا شامبوان ديال الشعر كنشريو شامبوان اللي يكون كيناسب نوعيه الشعره اللي عندنا ديال الطفل ديالنا، وفي نفس الوقت يعني كيكون مكتوب عليه السن ديال الطفل باش يكون ناقص من المواد الكيماويه وما ياثرش على الفروه ديال الراس ديال الطفل ديالنا. نمشطوا الشعر ديالنا يوميا بمشط اللي يكون ديال العود، كيسهل على الطفل ديالنا طريقه التمشيط وما كيخليش الشعره ديالو كتعقد وما كيتضرش، دونك خلينا نمشطوا ليه بطريقه اللي كتكون سهله. من بعد من الوليدات اللي كيكون عندهم مشكل في الشعر ديالهم، يعني كيكون كيتقطع، ما كيتمشطش دغيا، فيه مشاكل، نقدروا نستعملوا لهم سيروم اللي يكون مناسب الشعر ديالهم، سواء كنشريوه سواء كنصايبوه في البيت ديالنا. هذا السيروم هو اللي غنصايبو اليوم مع بعض. كيفاش غنصايبو هذا السيروم؟ غناخذوا واحد الكميه من زريعه الكتان، مثلا الا خدينا 4 كاس ديال زريعه الكتان غنديروه في كاس ديال الماء مغلى وغنخليوه لمده 48 ساعه حتى كيطلق هذاك الجل ديالو. من بعد كناخذوا هذاك المحلول وكنزيدوا عليه واحد المعلقه من زيت الكوك. دونك كما كتشوفوا معايا هذا هو المحلول ديالنا، غنزيدو فيه معلقه ديال زيت الكوك، كنخلطوه مزيان وكنجمعو تنديروه في واحد البخاخ وكنبداو كنرشو به فروه الراس وكنقومو بواحد عمليه الماساج باش الدوره الدمويه كدور في فروه الراس وكنأكتيفيو لي سيلول باش ما يكونش تساقط الشعر وما يكونش في نفس الوقت يعني الطفله ديالنا انها كيتاثر لها الشعر ديالها وكيسهل علينا المشط ديالو. من بعد كنديرو واحد حمام الزيوت اللي كنستعملوه كل مره قبل الحمام ديالنا، زيوت مناسبه للاطفال ديالنا. كناخذو معلقه من زيت الزيتون، الزيوت كلها كتكون بمقدار متساويه، معها معلقه ديال زيت الخروع، زيت الكوك وزيت جوجوبا. كنخلطوا هاد الزيوت مع بعض حتى كيدمجوا مزيان، ومن بعد كنقوموا بالحمام ديال الزيت ديالنا على الشعر ديال الطفل ديالنا، وبهذه الطريقه كنكونوا غدينا الشعر ديال الطفل ديالنا وفروه الراس في نفس الوقت، يعني حميناه من تساقط التقصف والهيشان. كنخليو هاد الخلطه هادي ديال الزيوت 60 دقيقه على الشعر ديال الطفل ديالنا، ومن بعد كنغسلو بشامبوان المناسب للاطفال ديالنا. ما نساوش باننا الاطفال ديالنا خصنا نولفوهم على طبيعه الشعر ديالهم، بانه ما كاينش شعر خايب وشعر مزيان، كلها جميع انواع الشعر فهي جميله جدا، ولكن كيخصنا غير نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ونخليوها تكون ديما في صحه جيده. نتمنى بان الحلقه ديال اليوم تكون راقتكم، والى موضوع مقبل ان شاء الله.